مكان، عملنا لقاءات مع دكتور جابر نصوحي جامعة القاهرة، عملنا لقاءات في الجامعة الجمهورية في الشروق، عملنا لقاءات في السفارة الماليزية، والسفير الحمد لله هو اللي فتح المعرض النهارده بنفسه وهو أعضاء السفارة الماليزية. خلال المعرض ان شاء الله هم واعدين الناس ان هم هيقدموا منح دراسيه في ماليزيا لحوالي 170 منحه في المعرض، والمعرض ده اول مره يتعمل في مصر واتعمل في كذا دوله عربيه قبل كده، وبنحاول بس نقرب وجهات النظر بين التعليم في ماليزيا، لان ماليزيا احنا عارفين الرانك التعليمي بتاعها ال 12 على العالم دلوقتي، فاحنا هنا في مصر يعني للاسف مالناش رانك عالمي، فنفسنا ان احنا نقرب منهم، فده السبب ان احنا دعينا الناس دي عشان تعمل المعرض في ماليزيا عشان نحاول نعلي الرانك المصري ان شاء الله نوصل لحاجه متقدمه. زي ما احنا شايفين ماليزيا في اخر 20 سنه بقت هي النمر الاسيوي رقم واحد، فاحنا بنحاول نعمل حاجه زي كده ان شاء الله. اهم حاجه بيعرضها للطلبه المصريين ان هم ليهم القدره ان هو يسافر لماليزيا ويتمتع بالتعليم هناك. مستويات التعليم في ماليزيا بقت مشهوره جدا، بقت اكبر الدول على مستوى العالم في التعليم. في هنا في المؤتمر 16 جامعه في ماليزيا سواء خاصه او حكومه بتسهل على الطلبه طريقه السفر والاقامه، بالاضافه ان هي بتديهم فتره ان هو بيشتغل بحيث يبقى معاه بوكيت ماني ان هو يقدر يصرف منه فتره التعليم في ماليزيا. ومن اشهر المناطق اللي موجوده في ماليزيا هناك مناطق سياحيه زي المنتجعات السياحيه دي موجوده على طول، وهناك التعليم بالذات في مجالات التكنولوجيا بقت ماليزيا من اشهر الدول المتقدمه تكنولوجيا. هناك جامعات او كليه هندسه في ماليزيا معترف عند واشنطن اكون، هذا مؤسسه دوليه للهندسه، والمتخرجين من الجامعات الماليزيه لكليه الهندسه ممكن ان تعمل ممكن ان يعمل في كل انحاء العالم، لان الشهاده هذا معترف دوليا، وهذا يعني من مميزات التعليم في ماليزيا. وفي نفس الوقت التكليف المعيشة والتكليف في الجامعة معتدل جدا. على سبيل المثال مثل في الهندسة مثلا تكليف سنويا يعني رسوم الدراسة في الجامعة تقريبا 6000 دولار، وكذلك التكليف المعيشة أيضا 6000 دولار سنويا، وهذا بالمقارنة إلى الجامعات الأخرى في بريطانيا وفي أستراليا وأمريكا تقريبا 30000 دولار سنويا. بالمقارنة إلى ماليزيا طبعا التكليف نحن أقل بكثير، حيث يوجد عندنا أشياء كثيرة ديمقراطية، وأيضا هناك تنوع في الأقوام متعددة. كما عرفنا أن الشهادات الدولية ماليزيا هذا معترف دوليا في أوروبا وأمريكا وأيضا في الشرق الأوسط، وإن شاء الله نحاول أيضا نعمل هذا برنامج سنويا، لأن كما عرفنا إقبال المصريين يعني للتعليم الدولي هذا ما شاء الله يعني الآن شديد وجيد.